بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله فيك. تزيد العرب لأحد سبعة أغراض، إما لمعنى قاتل ليست قتل زيدت الألف لغرض، أكتب زيدت الهمزة لغرض التكلم، إذن تزاد الحرف لغرض معنوي أو للإلحاق، إلحاق كلمة بكلمة أخرى لتعامل معاملتها، يكون مصدرهما واحدا، يكون تكسيرهما على وزن واحد، يكون تصديرهما على وزن واحد، يزيدون. مثال ذلك جوهر، الواو زائدة للحاق بجعفر، جوهر حق جوهر. حبركة الألف زائدة للحاق بسفرجل، حبركة للحاق بسفرجل. تزاد أجسام، تقع الزيادة للتكثير، تكثير الكلمة وتكثير اللفظ وتفخيم المعنى. قالوا في المتباعد الفخذين أفحج، ربما قالوا فحجل الكثير. طيس كثير، طيسا اللام الجديدة بها للتكثير ما حضر صلى الله عليه وسلم. تزيد العرب للتعويض، قالوا زنديق جمعوا، قالوا زنادق التعويض على الياء المفرد زنديق، قالوا زنادق عدة صفة التاء للتعويض عن الفاء الساقطة. الرابع تزاد، تقع الزيادة لغرض البيان، غرض البيان. نحو أنا أصلها ألف نون، والألف الأخير همزة نون الأخير للبيان، لبيان الحركة. ولذلك لو وقفت عليه تقول أنا. قيل لحاتم كيف فعلت هذا؟ قال هذا فصدي أنا، جاءت جارية وقالت له افصل بهذه الناقة لأكل دمها، فما كان من إلا أن نحرها، فصدعته الجارية على وجهه. قال لو ذات سوار لطمتني، لو صدعتني حرة بنت أناس، لكن تصفعني عبد جارية هذه مصيبة. ثم قال هذا فصدي أنا، ومنها ماليه، ومنها في يا زيدا تسمى للبيان وللإمكان، للإمكان. نحو قه، لا يمكن أن تبدأ بحرف وتقف عليه. همزة الوصل يضرب للنطق الساكن. مرة أخرى قلنا الزيادة تكون لمعنى وتكون لإلحاق وتكون لتكثير وتكون لتعويض وتكون لبيان وتكون لإمكان وتكون للمد، وهو أضعفها، أضعف أغراض زيادة المد كعجوز، حتى لا تكون الكلمة كلها حركات، عجوز رسالة وغلام صحيفة، المد هنا غرض من أغراض الزيادة حتى لا تكون الكلمة كلها حركات. هذا مستفقات سبعة. ما الدليل على زيادة حرف؟ ما الدليل على زيادة حرف؟ قالوا دليل على ذلك سقوطه من الأصل. نحو الألف في ضارب، ونضرب ساقطة من ضرب، وسقوطها من الفرع، من الفرع. نحو كتاب، الألف زائدة لأنها ساقطة في الفرع وهو كتب، لأن جمع فرع المفرد، وسقوطها من النوير كالياء في أيطل خاصة. قالوا فيها إطل، ويشترط في هذا ألا يكون السقوط الحرفي لسبب إعلال. نحو الواو في وعد، لو جئت بالمبالغة تقول يعد، لا يعتبر سقوطها دليل على زيادتها. أرهب كذلك إيش مالك؟ ما بالك أحسنت والله. لا تقول في وعد الواو زائدة لأنها ساقطة في يعد، لأنها سقطت بسبب إعلال. طبعا سقوطها في يعد ليس دليل على زيادتها، بل هي أصل، وإنما سقوطها بسبب إعلال، وهو أن الواو بقعت بين عدوتين، ياء مفتوحة وكسرة بعدها مطرفة. طبعا كذلك ثلاثة من الدليل على الزيادة، وقوع الحرف مع عدم الاشتقاق في موضع
يكون فيه مع الاشتقاق زائدا كالنون في عصنصر وقنقر وورنتل وشرنبث، النون فيها زائدة لأنهم سمعوا يقولون جحنفل جحنفل، قالوا جحفلة الجحفلة الجيش الجيش أو الكف الجيش الكبير، قالوا جحفل جحفل، سقوطها زيادتها في جحنفل دل على أنها جحنفل مشتق، وعصنصر وعقنقل وورنتل كلها جوانب، لكن زيادة في المشتق أرنا بها أنها وقعت في موضع تكون فيه مع الاشتقاق زائدة فلنحكم بأنها في الجمود زائدة. الرابع الخامس أن تكون في موضع يكثر فيه مع الاشتقاق زيادتها كالهمزة في أحمر وأبيض قطعا زائدة فلنحكم بأنها زائدة في أفكل وأرنب. وجودها في موقع لا يقع فيه إلا حرف زائد كالنون في الكين ثأوي والكين تأوي والحين طأوي والسين دأوي والقين دأوي، النون في كلها زائدة لأنهم قالوا في قالوا كفأت اللحية كفأت، إذن النون في الكين ثأوي وهو الكثيب اللحية الكين ثأوي زائدة فلتكون زائدة في هذه. الخروج الخروج إلى عدم النظير، قالوا في ولد الثعلب تدفل ولد الثعلب، لو قدرنا أن التاء الأولى أصلية يكون الوزن فعل فعل لا يوجد في الرباع زين الرباع درسناها ستة ليس فيها فعل، إذن فلنحكم بأن التاء الأولى زائدة حتى لا خروج إلى عدم النظير. أو لزوم الخروج إلى عدم النظير أقسام في نظير تلك الكلمة، قالوا في تدخل تدخل تدخل، لو قدرنا أن التاء الأولى أصلية ففعل الموجود كبرث وجخد، لكن يلزم أن النظير وهو لغة الفتح لا نظير لها ويصل اتحاد المادة. هذا العدد الثامن. التاسع أن تكون لي معنى نحو قاتل واستغفر واستخرج، زيادة واضحة بسبب معنى الطلب أو المشاركة أو ذلك. كذلك الدليل العاشر لك الدخول من أوسع البابين، وأوسع البابين هو الزيادة، مثال ذلك مثال ذلك كلمة واحدة معروفة في العربي مشهورة جدا، كلمة إذا قدرت فيها فنعلل فنعلل فهي مفقودة، وإذا قدرت فيها فعلل فهي مفقودة، فلتقدر بأن النون فيها زائدة لأن الأوزان الزائدة العربية 308 والأوزان الأصلية العربية 20، فلتقدر زيادتها وادخل من أوسع البابين. كلمة تطلق على نوع من الشجر ولعل يذكرها، هذه 10 أغراض. أنت أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال مالك رحمه الله بمن الثاني قابل الدخول في وزن إذا أردت أن تزين الكلمة قابل الأصول، إذا قلت ضرب اجعل الضاد فاء وإذا الراء عينا واجعل الباء لاما، وفعلوا هذا لأن كل فعل في الدنيا يطلق عليه فعل، قتل فعل كتب فعل نام فعل فاختاروا فعل، ثم قالوا وزعوها جاءوا بحرف من أحرف الفم وهو اللام، وحرف من أحرف الشفتين وهو الفاء، وحرف من أحرف الحلق وهو العين، وزعوها أجعلوا هذا هو الميزان الصرفي بضمن فعل قابل الأصول في وزن وزائد ائت به بلفظه، فتقول كرم تقول فعل، إذا جئت بهمزة تقول أكرم، الهمزة زائدة ائت بها بلفظها تقول أفعل، نقول وزائد وتقول خرج فعل، وتقول استخرج وتقول استفعل، هذا نقول وزائد بلفظه اكتفي. يستثنى من ذلك نحو افتعل
إذا كانت تاؤها حرف إطباق لا تأتي بلفظه في الميزان، فلو قلت اصطبر تقول وزنه افتعل، ولا تقول افتعل، لأن العلة الموجودة في الموزون ليس موجودة في الميزان. الموجودة في الموزون أن الطاء أن التاء جاءت بعد حرف إطباق يصعب اجتماعهما فيبدلها طاء، بخلاف افتعل. افتعل التاء جاءت بعد فاء ليس العلة موجودة فيها استثناء. نعم. وإذا سقط شيء من حروف الكلمة أسقطه في الميزان. إذا قيل لك زن يعد تقول يعد، إذا قلت أوزن زن قل تقول قل قل، إذا قيل لك زن 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 تقول عل سقط الواو، إذا قيل لك زن زن قل عل، والها أنا أقول وزائد وضعف اللام إذا أصل بقي. الميزان الصرف عندي ثلاثة ذا عين، إذا بقي من أصول الكلمة شيء ضعف اللام، وإذا بقي أصلا ضعف وجاء ثلاثة ولا تجاء ذلك، فتقول في جعفر الجيم فاء والعين عين والفاء لام، بقي عند الراء أتي بفاء لام وخلت تقول فعلا. عندي صفر جل صفر جل، عندي ثلاثة لامات تقول فعلل ثلاثة لامات، أنا أقول وزائد بضعف اللام إذا أصل بقي كراء جعفر وقاف فستق، وإن يكن زائد ضعف أصلي فاجعل له بالوزن ما هي الأصلي، إذا كان الزائد ضعف حرف أصلي جعله بوزنه. مثال ذلك غدو دنا الدال الثانية زائدة فتقول فعو على أظهر، وتقول في حلتيت التاء الثانية زائدة تقول فعلي أظهر، كما قلت وضعف اللام إذا أصل بقي كراء جعفر وإن يكن زائد ضعف أصلي فجعل له في الوزن ما هي الأصلي، واحكم بتأصيل حروف سمسمي ونحوه والخلف في كلام سمسم سمسم لا بد من أصالة أحد المكررين تكميلا لأقل أصول الكلمة وثلاثة وليس أحدهما ولا من الآخر، فاحكم بأصالة الجميع وقل فعل سمسم سمسم سين ميم سين ميم، لا بد من إحدى الميمين أن تكون أصلية تكميلا لأقل أصول، وليست الأولى بأولى من الثانية، ليست فيها أي أمارة أن تكون الثانية زائدة فجعل جميع أصول. أنا أقول والخلف في كلام اليمين لملم من لملم وكفكف من كفكف، إذا قلنا إن لملم مادة ولم مادة أخرى فلنقل بأن لملم حروفها كلها أصلية، وإذا قلنا بأن لملم هي لم فلنقل بأن اللام الثانية في لملم زائدة، وأن الأصل لمنا كره اجتماع ثلاثة أمثال فأدلوا من الميم الوسطى حرفا مماثلا للفاء فقالوا لملم أظهر، ومن كفكف قالوا كفكف إذا كانت كفكف مادة وكف مادة أخرى فنقول بأن حروف كفكف كلها أصول أظهر، ونقول له والخلف في كلام الإقراء. بدأ يعطيك أدلة الزيادة لم يستطع أن يأتي بها كلها، جاءت في المطولات الكتب وفي المقرب من العصفور وفي كتاب السيبوي ذكرها جميعا، هنا أعطاك أمارات قال فألف أكثر من أصوين صاحب زائد بغير مين، مثال ذلك الألف في قال أصل صاحبة أصلين، الألف في قاتل زائد صاحبة أكثر من أصلين وغيرها، بخلاف الألف في ماء ما بارك الله ما لأن فيها أصل أصلها موه أصلها موه، وليا كذا تزاد الألف لا تزاد الألف أولى لا تقع أولى أبدا لا تقع أولى، لأن لا بد أن تكون بدلا من أصل، وتزاد ثانية نحو كاتب، وثالثة نحو كتاب، ورابعة كحبلى، وخامسة كانطلاق، وسادسة كاستخراج، وسابعة كربعة جلسة المتربة. انتهينا. ما بعدها جلسة زائدة قطعا زائدة بداية. نعم بداية. بارك الله في البداية ليست دائمة ساقطة في الدرج. نعم وهكذا همزول وميم سبقا التي تم تأصيلها بحمد، همزول ميم إذا سبقا ثلاثة نعم
فألف أكثر من أصين صاحب زائد بغير مين وليكذا صح وليكذا والواو إن لم يقع كما هما في يؤلؤ نسيت هذا البيت تركته وليكذا والواو إن لم يقع كما هما في يؤلؤ ووعوى الياء والواو إذا وقع في مصاحبين لأكثر من أصلين حكم بزيادتهما وليكذا فإن صاحبا أصلين فهما أصلان كصوت وبيت صوت وبيت أظهر وإن صاحبا أصلين وثالثا محتمل الأصالة أظهر فإن كان محتمل الأصالة مقدما همزة أو ميمة حكم بأصالتهما وزيادته كأي دع أي دع الهمزة محتملة للأصالة والياء محتملة للأصالة والهمزة مصدرة اجعل الهمزة زائدة على الياء مصدرة أي دع وكذلك مزود مزود الميم محتملة للأصالة والياء محتملة للأصالة ولكن الميم مصدرة فاجعل الواو أصيلة واجعل الميم زائدة هنا قوله وهاك وليكذا والواو إلا إذا وقع في يؤيو فهما كسمسي ووعوع صوت فهما كسمسي لأن أصالة أحد المكررين لا بد منها تكمل بأقل أصول الكلمة وليس أحدهما بأولى فحكم بأصالة الجميع أقرأ وهكذا همز وميم سبقا ثلاثة الهمز والميم إذا سبقا ثلاثة مؤكد أصالته فهما زائدان كأحمر ومسجد فإن سبق أقل من ذلك نحو أمن ومهد فهما أصلان وإن صحب أكثر من ذلك فهما أصلان نحو إصطبل ومرزجوش يمثلون به ويقولون أحيانا مردقوش هذا أغرب شيء هذه كلمة عجمية هذه لغة فارسية بنبت طيب الرائحة وضعوها لا أدري كيف وضعوها هذا نقول إذا هذا يحتمل بزيادتهما إلا يدل دليل على أنهما أصليان مثال ذلك أولق الجنون أولق عند من يقول مألوق فالهمزة أصل بخلاف من يقول مألوق الهمزة أصل ومن يقول مرقي فالهمزة زائدة مألوق نعم هذا ما نقوله وهكذا همز وميم سبق تزاد الهمزة أولى كأحمر نسيت وليكذا والواو إن لم يقع كما هما في ذكرون الياء تزاد أولى كيلمع وثانية كصيرف وثالثة كقضيب ورابعة كسلحفية سلحفية هذه خامسة وتزاد خامسة سادسة كمغناطيس وسابعة كخنزوانية اسم للتذكر للتكبر الواو لا تزاد أولى قالوا لماذا قالوا لأنها إذا كانت مضمومة قد تغلب همزة نحو أوفي وتقول أوجوه في العربية تقول أوجوه جمع وجه لغة فصيحة وذلك مكسورة فكذلك قد تقلبها همزة نحو إلف وإساد وإعاء يقال في إعاء وإذا كانت مفتوحة قد يعرض إذا كانت اسما قد تضم للتصوير فيعرض قلبها همزة وإذا كانت فعلا قد يبنى للمجهول فتضم وتقلبه همزة مثال ذلك وكل أمره يا بنت المجهول تقول وكل فتقول أكل إذا تزاد الواو ثانيا نحو جوهر تذكرت الكلمة التي نسيت أولا كنهبل نوع من الشجر العغرض الدينس العاشر من أدلة الزيادة ونرجع إليها كنهبل نوع من الشجر إذا قدرنا أن النون زائدة يكون وزن الكلمة فنعل وهو غير موجود في أزال الزيادة وإذا قدرنا بأنها أصل تكون الكلمة فعل
فعل وهو غير موجود في الأوزان المجردة، لكن الزيادة فهي تدريب، فلنحكم بأن النون زائدة ولوجا من أحد أوسع البابين وهو باب الزيادة ذكرتموها عشر. كنهب نوع من الشجر يقال فيه كنهب، نعم. هذا ما قوله الواو تزاد ثانية نحو جوهر، وثالثة كعجوز، ورابعة كقلن سوة قلن سوة، هذه خامسة، تزاد رابعة كعرقوة خشبة الدلو، وخامسة كقلن سوة، وسادسة كأربعة و أربعة ولا كما في الألف من سابعة، هذه الواو جاءت سادسة. طيب أنا أتينا من الياء والواو ما بعدها؟ لا 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 تستعجل. وهكذا همز ميم سبقة تزاد الهمزة أولاك أحمر، وثانية كشأمل، وثالثة كشمل، ورابعة كحطائط القصير حطائط، وتزاد خامسة كصحراء، وسادسة كعقرباء، وسابعة كبر ناسا الناس. ما بعد ما اللي بعدها الميم، تزاد أولى كمسد، وثانية كدوملص لماع دوعا لماع دوملص، وثالثة كدولنص وهي معناها دولنص، ورابعة كضبار رباع كزرقم اسمه لدى زرقم وخامسة كضبار وهو الشديد الخلق. أقرأ بعدها كذاك همز وهكذا انتهيناها. يحكم بزيادة الهمزة إذا وقعت بعد ألف وقبل ألف ثلاثة أصول نحو صحراء وبيضاء وسمراء وأشراء، خرج نحو ماء وشاء وكساء. ماء سبقها ألف وقبل ألف أصل واحد، كساء سبقتها ألف زائدة ولكن الهمزة هنا ليست زائدة بل هي مبتدأ من أصل كساء. رداء أصلها رداي، بناء أصلها بناي كما قوله. وهكذا همز وميم سبق ثلاثة، وكذاك همز آخر بعد ألف أكثر من حرفين لفظ هذا القراء محمد صلى الله عليه وسلم. والنون في الآخر كالهمز يحكم بزيادة النون إذا وقعت متأخرة وقبلها ألف وقبل ألف ثلاثة أصول كعمران وعثمان إلا إذا كان أحد الثلاثة مضاعفا كحسان، فإنها تحتمل الزيادة وعدمها. حسان إذا كانت من الحس لأنه زائد، إذا كانت من الحسن فإنه الأصل. واستعملت العرب على وجهين مصروفا وغير مصروف، كذلك يجب أن لا يكون بتضعيف نحو جنجان، عظام الصدور، عظام الصدر جنجان قال ابن أصل. كذلك قال يجب أن لا يكون في نبات على فعال نحو رمان، لأن فعال في النبات كثيرة، فنحكم بأن النون في رمان أصل فعال كثيرة، فلتكون النون في رمان أصل ويكون وزن الرمان فعال. سمعنا العرب يقولون سلاء شوك النخل، سلاء وكراث وحماض وقراص، فلتكون الأصلية. أنا أقول وهذا النون في الآخر نتي النون، تزاد النون أولى، كنضرب مثلا في الفعل، وتكون ثانية كحنول، وثالثة كعقنقل وتكون رابعة كرعش اسم الرعش وتكون خامسة كعثمان، وسادسة كزعفران، وسابعة كعبوثران نبتة طيبة.
هذا ما واضح انه نقرا. وفي نحو غضنفر اصاله كذلك النون تكون زائده نحو غضنفر. غضنفر اذا وقعت النون متوسطه بين اربعه بالسويه وهي ساكنه مفرده فاحكم بزيادتها، لان ما عرف فيه الاشتقاق ولدت فيه النون زائده، ولانها وقعت في موقع ما تيقن زيادتهم كفى دوكس وسميلع وعلافر. سميلع الياء زائدة متيقنة، فدوكس الاسم الياء زائدة، سميلع السيد العظيم الياء زائدة، وانها كذلك تعاقب الالف في مثل هذا، يقال فيه شرنبث، شرنبث الشديد، شرابث، شرنبث شرابث. كذلك كل ما عرف اشتقاقه وجدت فيه النون في هذا الموضع زائدة خرج نحو نرجس، النون جاءت أولى ولكن هناك دليل على أنها زائدة، لأنك لو قلت نرجس النون أصلية تكون على وزن فعل وهو مفقود، فاحكم بزيادتها، فاحكم بزيادتها، تقول نرجس زائدة. بخلاف نهشم النون أصلية، قنطار، قنديل، عندليب أصلية، إلا إذا قام دي على زيادة تحول قالوا حولت الأبل، وكذلك عنبس سمع العبوس فهي هنا قام دي على زيادتها ونحكم بزيادتها إعمالا لقاعدة والحرف إن يلزم فأصل والذي لا يلزم الزائد مثله تحته نقول والنون في وفي نحو غضنفر أصالة كفي اقرأ والتاء مواضع التاء والتاء للتنبيه كشجرة وبقرة وكاتبة وتاء للتأنيث والمضارعة كتضرب ونحو الاستفعال الاستفعال تاء زائدة الاستفعال والتفعل والتفعال والتفعيل والافتعال كلها زائدة وكذلك التاء في قدموت القديم ورحموت ورهبوت وملكوت وترنموت صوت السهم كلها زائدة. هذا ما نقول والتاء في التأنيث والمضارعة ونحو الاستفعال والمطاوعة، المطاوعة كبير كلمته فتكلم دحرجته فتدحرج التاء زائدة. نعم الهاء كذلك تزاد الهاء وهي قليلة جدا، الهاء وقفا ما حضر الله يا الله 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 بعد 10 دقائق اجي اتصل بي 10 دقائق اجي ان شاء الله. هذا الحظ والهاء وقفا كلمة تقول لمه فعلت هذا على مه على مه جلست في مه فعلت هذا كثير في العربية. والهاء وقفا كلمة ولن تره تقول لن تره ومنها مالية سلطانية كلمة ولن ترى الغز فيها بعض المغاربة. الهاء وقفا كلمة كلمة قولك كلمة. الكاف حرف تشبيه واللام حرف جر والميم اسم استفهام والهاء حرف سكت. الغز فيها المكودي رحمه الله قال يا قاري أن ألفية ابن مالك وسالكا في أحسن المسالك في أي بيت جاء من كلامه لفظ بديع الشكل في انتظامه حروفه أربعة تضم وإن تشأ فقل ثلاث واسم. الكاف حرف واللام حرف ولا حرف واللام اسم وإن تشأ فقل ثلاث واسم وهو إذا نظرت فيه أجمع مركب من كلمات أربع وصار بالتركيب بعد كلمة وقد ذكرت لفظه لتفهم. أجابه بعضهم قال أهذه جواهر منتظمة في السلك أم أزاهر مبتسمة في الغصن أم عرائس ملتثمة أم كلمات ألغزت في كلمة. أجابه قال آخر يا فاضلا فقد شموس لغزه بدون شك قس موضع عزه ألغزت في كلمة منتظمة من قوله والهاء وقفا كلمة. جاء بها كما هي والأخير إجابة أجود. هذا أقول والهاء وقفا كلمة ولن ترى واللام تزاد في الإشارة مثل ذلك وتلك وأولئك. واللام في اسمع زيادة في نحو طيس قالوا في طيسا ويفجع في حج قالوا في زحجل وقالوا في فيشة فيشلة. أنا قوله ولا وقفا كلمة ولم واللام في الإشارة
ومنع الزيادة بلا قيد ثبت إن لم تبين حجة كولد. لا تحكم على حرف الزيادة إلا إذا كان عندك دليل كحنظل النون زائدة، النون في حنظل زائدة، سمع من كلام حولة الأدب إذا آلها أكل الحنظل. وكذلك النون في نرجس لا بد من زيادتها وإلا تكون عندك فعل وهي غير موجودة. والنون في هندلع، هندلع نبت هندلع لأنك لو قدرت الصلاة تقول عندك فعلل ليست موجودة في العربية. وكذلك التافي هندلع، والتافي تخيب اسم الخيبة إذا قدرت أصالتها تكون فعلل وهو مفقود في اللغة العربية. وكذلك التافي تنضب، تنضب مكان أو شجر، تنضب لابد أن تقدر زيادتها وإلا تكون عندك فعل غير موجود. أنا قولي ومنع زيادة بلا قيد ثبت إن لم تبين حجة كحاضلة. الفصل الذي بعده منه ولكن اتركه إلى وقت آخر. نعم نقرأه. قال رحمه الله وعدت شخصا هناك.